أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع الضعوق من قصر العدل الذي هز خبر كل غرف قصر العدل بعد صدور قرار من القاضي طارق البيطار بمعاودة العمل. وليس فقط هذا الأمر، بل هناك تحدي كبير صدر عن القاضي طارق البيطار الذي اتخذ قرارا بمعاودة متابعة التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وجاء قراره بالاستناد إلى قرار معلل استند إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري رده أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي، بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن محكمة التمييز أدنى في سلم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي، حيث عين المشترى عضويين إضافيين لملء الشغور في حال تغيب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي، الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعين بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعا لمرسوم صادر عنه. وتاليا لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، ما يخالف مبدأ فصل السلطات. طبعا هيدي المسألة كنا عم نقولها، لنقول اليوم إلى ما استند إليه القاضي طارق البيطار. هو أجرى هيدي الدراسة اللي قمنا بتلوتها ليكون اليوم عم بيدعي على 8 شخصيات جديدة، وأخلى سبيل 5 موقوفين هم السوري أحمد الرجبي، سليم شبلي، ميشيل نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين. وتقرر تخلية الآخرين مرعي والحسين كونهما كانا تركا وظيفتهما في المرفأ قبل 3 سنوات من الانفجار. إلى ذلك تقرر دعوة اللواءين عباس إبراهيم وأنطوان صليبة لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما، ومن دون الحاجة إلى طلب إذن، كون النائب العام التمييزي يمكن الادعاء على مسؤول أمني، والأمر نفسه بالنسبة إلى المحقق العدلي الذي خوله القانون استجواب مسؤولين أمنيين بصفة مدعى عليهم. وأفيد أن أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وفي حال عدم تنفيذها فهم أن التبليغ سينفذ لصقا، وهو الإجراء الذي يسبق إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الذي تقرر استجوابه بصفة مدعى عليه. وأيضا أفيد بأن أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين مثل ما ذكرنا قد أنجزت، وقد استند القاضي بيطار في عودته إلى دراسة قانونية وضعها مثل ما ذكرنا تخوله العودة إلى متابعة التحقيق. وذكر المحقق العدلي أنه كان قد شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة، وقدر أنه بلغ الآن حتى الآن 540 صفحة هيدا القرار اللي الاتهام اللي قد عمل عليه القاضي طارق البيطار، هو عبارة عن 540 صفحة، وتبقى منه 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه. وطبعا يعني هيدا إنجاز يعد كبير، يعني وكأنه اليوم خبر هذا القاضي طارق البيطار بالادعاء اليوم على أنطوان صليبة وأيضا طبعا عباس إبراهيم اليوم مهم جدا، ونعرف كيف كان هناك كف يد للقاضي طارق البيطار في الأيام الماضية. السؤال اللي كان عم ينطرح لحظة صدور هذا القرار، على شو استند اليوم القاضي طارق البيطار، وهل فعلا يمكن له العودة وإنجاز هذا القرار وإحالته للتنفيذ والقيام ب
طبعا قرار بإخبار هؤلاء بأنه تم الادعاء عليهم. وحتى بالنسبة لإخلاءات السبيل الجواب اللي حصلنا عليه بأنه طبعا يمكنه نسبة واستنادا إلى دراسة قام بها وتم العمل وفقا عليها. طبعا هي طويلة ما نقولها هلأ على يعني كون قانونية محط، ولكن فعلا تبين من خلال هذه الدراسة ونسبة للمادة 356 من أصول المحاكمات الجزائية وأيضا للمادة 362 أيضا من أصول المحاكمات الجزائية بتأكد بأنه يمكن له القيام بهذه المسألة. طبعا نحن حنكون معكم لنعرف أيضا كواليس من هذا القرار وشو رح تكون ردة الفعل. نعرف بأنه سبق وأصدر مذكرات توقيف بحق يوسف نيانوس، بحق عزيز عيتر وغير من الوزراء والنواب السابقين. اللافت اليوم كان أسماء جديدة وإخلاءات سبيل بحق آخرين. كل هذه الأمور أكيد رح نتابعها ودائما عبر صوت بيروت انترناشنال. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق.